طيب خلينا نروح لموضوع آخر مع حضراتكم، ولسه العلاوة الاجتماعية موضوع الساعة ده، سواء في الشارع أو تحت قبة البرلمان. امبارح البرلمان لم يتمكن من التصويت النهائي على قانون العلاوة لغير المخاطبين من الخدمة المدنية، وده بسبب عدم اكتمال مصاب الثلثين، رغم مطالبة الدكتور علي عبد العال للنواب بالحضور للموافقة على القانون. النهاردة المفترض بيتم إسدال الستار على حكاية العلاوة اللي شغلة الموظفين، خاصة أن المجلس حسم الخلاف حول المادة الخامسة من القانون امبارح، وبدأ في جلسته المسائية التصويت النهائي على مشروع القانون اللي بينص على منح العاملين علاوة وبنسبة 10% بحد أقصى 120 جنيه وحد أدنى 65 جنيه تصرف بأثر رجعي، وده اعتبارا من يوليو 2016. دكتور علي عبد العال أكد أن المصلحة العليا للدولة تقتضي وجود المادة الخامسة بقانون العلاوة، وتسببت في تأخر الموافقة النهائية لتمسك الحكومة بالإبقاء عليها. سؤال طبعا لحابين نسأله، هل البرلمان النهاردة هيتمكن من الموافقة على العلاوة الاجتماعية، ولا هيحصل تعثر برضو في أنه هو يقر أو يوافق على هذا القانون؟ طيب نروح لموضوع آخر، وبيشارك الفيلم المصري التسجيلي القصير فيلم مسطورة، ده فيلم من إنتاج وزارة التضامن الاجتماعي في ركن الفيلم القصير بمهرجان كان السينمائي الدولي، وده في دورته لعام 2017 والمقام بمدينة كان الفرنسية. وأوضح بيان وزارة التضامن الاجتماعي اليوم أن الفيلم بيحكي عن قصة سيدتين، هما مسطورة وميرفت، وهما الحالتين دول مستفيدين من برنامج تكافل وكرامة اللي بيقدم دعم نقدي للفئات الأكثر فقرا والأكثر احتياجا. خلينا نروح مع حضراتكم نشوف جزء من فيلم مسطورة، ونرجع مع حضراتكم نستقبل الشيخ صبري الفواخري ولقائنا كل يوم أربعاء. اتفضلوا.